في هذا الزمان أيها الأحبة وجدت لدينا نوع من الظاهرة في لجوء البعض إلى بعض الأشخاص الذين يدعون تواصلهم مع الجن، وهذا الموضوع قديم جديد، بمعنى أن هذا الموضوع يتضاءل ويزيد بين فترة وأخرى، ورجوع الناس إلى هذه الفئة رجوع لعلهم يعثرون على حل لقضاياهم، فالرجوع إنما هو متابعة لأمل لقضاء حاجة متعسرة. وعندما يرجع هؤلاء إلى الكهنة والمشعوذين تجد أن الكاهن والمشعوذ يقول أنه على كل شيء قدير، يعني ما في حاجة وشغلة إلا هو يقدر عليها. إن كان مثلا عقم فهو قادر على أن يهب لها ولدا، إن كان هو مثلا مرض مستعصي فهو قادر عليه، وإن كان مثلا حاجة متعسرة وظيفة أو شيء من هذا القبيل فهو قادر على ذلك، وغير ذلك من الأمور. فتجد الناس تلجأ إلى أمثال هؤلاء، والموضوع أصبح بحاجة إلى معالجة باعتبار أن بعض الإخوة المؤمنين قد يكونوا صادقين في علاجهم للسحر مثلا أو العين أو الحسد أو نحو ذلك، غير أن هناك فئة أخرى أفسدت عليهم. الفئة الأخرى هي الفئة التي تدعي من دون أن تكون قادرة على شيء من ذلك، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة معمقة، لأن كثيرا من أمثال هؤلاء يتخذون من بعض الآيات دليلا على فعلهم، يتخذون من بعض الآيات برهانا على قدرتهم واقتدارهم على مجموعة من الأمور. ولذلك في هذه الليلة، هذا الموضوع نتناول في ضمن ليلتين، هذه الليلة نتناول قدرات الجن بحسب المنظور القرآني، يعني نتناول الآيات الشريفات التي تناولت موضوع الجن، وغدا نبين حقيقة إمكانية الارتباط بالجن بحيث يكون الجني خادما للإنسان، وبحيث يكون العفريت رهن طوع الإنسان في كل شيء. وهنا أي المحاضرة الثانية هي صلب الموضوع لمعالجة مثل هذه الظاهرة. فدعونا في هذه الليلة نرسم مفهوما قرآنيا واضحا لقدرات الجن، لكي نتعرف على حدود قدرات هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وأعطاه بعض القدرات والامتيازات الأقوى من الإنسان. هنا جملة من الآيات ترسم لنا بداية التسخير للجن على يد النبي سليمان عليه السلام. كيف بدأ الارتباط بالجن؟ هذا القسم الأول من مجلسنا. ثم ما هي قدرات الجن؟ هذا الموضوع الثاني والجزء الثاني. والجزء الثالث الذي سنتحدث عنه، ما هي عيوب قدرات الجن؟ هل الجن عندهم عيوب؟ لو ما عندهم عيوب، هل الجن فعلا يعني ما يقدرون على بعض الأشياء أو يقدرون على كل شيء؟ ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، ما هي كيفية بداية التسخير للجن؟ كل من يدعي أنه يسخر الجن فإنه يدعي امتلاكه
إلى عهود سليمان، يعني يقول أنا أمتلك عهود سليمان، هذه العهود اللي من خلالها تمكن سليمان من تسخير الجن. كيف سخر سليمان الجن؟ رواية تقول أن سليمان كان يتعبد الله عز وجل في البيت المقدس في هذه البقعة، وكانت رياح وعاصفة قد هبت، فأطال سليمان الدعاء والتعبد إلى أن انتصف الليل، هدأت الرياح، خرج سليمان فنظر بعين البصيرة فوجد السماء مفتوحة للدعاء، فقال سليمان عندها: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله دعوة سليمان. وكيف استجابها الله سبحانه وتعالى؟ استجابها بأن سخر لسليمان مجموعة من المخلوقات، فيقول المولى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، مو بس الجن، الإنس والطير، فهم يوزعون. صار كل هاي المخلوقات تحت رهن إشارة سليمان، مو بس هذه المخلوقات. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعني سليمان تسخرت له الرياح. الأول إذا المركب يريد أن يبحر بعيدا يلجأ إلى شنو؟ يلجأ إلى الرياح، يعني يكون المركب مهيئ فيه شراع. وعادة الرياح تسكن في بعض المواسم، مثلا البحرين تسكن مثلا في الصيف، مثلا في البلدان الأخرى يمكن يكون بالعكس، المهم كانت تسكن في بعض الأشهر، ولذلك المراكب ما كانت تبحر في كل وقت وإنما تبحر في بعض الأوقات. وهنا الله سبحانه وتعالى قد هيأ الرياح إلى سليمان، بحيث صار المركب يروح في الشهر ويرجع في الشهر الآخر مستمر، فازدهرت تجارة سليمان وصارت بلد سليمان مقصد. لما؟ لهذه الحركة التجارية ووجود مواصلات مزدهرة على مدار العام. بل وأن الله سخر له الإنس يعملون، الطير، وسخر له الجن. ونجد هنا انتقالا للنقطة الثانية في صفات هذا التسخير، أن الجن سخر رغما عنه لا طوعا. ليش؟ لأن الله يقول سبحانه وتعالى يتحدث: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم، يعني يزغ يعني ويش؟ يخالف، يحب يخالف، عنهم رغبة مخالفة، من أمرنا نذقه من عذاب السعير. فالجن أيها الأحبة المسخرين إلى سليمان كانوا بإذن الله، وكان بعضهم ليس راغبا في خدمة النبي، البعض كان مؤمن بسليمان لكن البعض الآخر لم يكن مؤمنا بسليمان، ما كان مؤمنا بسليمان. زين، كانت الجن تخرج من الصباح تغوص في البحار، تذهب إلى الجبال تبحث عن الكنوز المخبأة من الذهب والفضة وتجلبها إلى سليمان، علشان شنو؟ علشان يوزعها، علشان يصرف على تكاليف ماذا؟ تكاليف البناء. أراد سليمان أن يبني بناء عظيما، وهذا اعتقاد اليهود،
اعتقادهم بأن سليمان أنشأ الهيكل. وين الهيكل؟ أنشأه في فلسطين، كذي يعتقدون. احنا عندنا بعد بعض الآيات تشير إلى أن سليمان شرع في البناء، شرع في البناء. هنا الآية الأخرى التي تضعنا في حجم قدرة الجن هي أن الهدهد لما افتقده سليمان ثم عاد فأخبره بأنه وجد امرأة تحكم أناسا ولها ملك، فسليمان أراد أن يظهر قدرته على بلقيس فقال من يأتيني بعرشها؟ من يجيبها؟ من يجيب عرشها؟ هنا قام عفريت من الجن فقال لسليمان، قال عفريت من الجن: أنا آتيك من قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا عبرت الآية الشريفة بالعفريت من الجن، عفريت يعني مستوى راق في الإمكانات الموجودة عند هذا الجن. يعني بعض الجن، بعض الجن لا وناس عاديين، وبعض الجن شنو؟ عفاريت، يعني مستويات مردة وعفريت. نفسنا احنا قبائل متوزعين، ناس ملوك، ناس عندهم قدرات، عندهم جن، عندهم أتباع، عندهم كذا بهذه اللحاظ. فإن كما لدينا أتباع إلى أناس كذلك هناك أتباع إلى جن مثلا. فهذا الجني قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ما معنى أن تقوم من مقامك؟ أحسن التفاسير في تفسير هذه الكلمة أن سليمان كان يجلس مجلس القضاء، يعني يفتح مجلس إلى القضاء، يدخل مثلا في الصباح ما يطلع العقب، شوف ساعتين ثلاث كم واحد متنازع، كم واحد متخاصم، يقوم يحكم ما بينهم، بعد ذلك يقوم من مقامه. فالعفريت يقصد بأنك تقوم من مقامك، يعني تقوم من مقام القضاء، هذا المجلس اللي تجلسه، شوف كم ساعتين ثلاث. بينما آصف وش قال له؟ آتيك به قبل أن يرتد أو يرتد إليك طرفك، يعني طالع أقصى ما يمكن أن تنظر إليه ثم أرجع البصر. هذا آصف يختلف عن اقتدار من عفريت وعن الجن. لما؟ لأن لديه علم من ماذا؟ من الكتاب. من يعني التبعيض؟ يعني عنده بعض الكتاب. لكن ومن عنده علم الكتاب هم من؟ هم أهل بيت العصمة سلام الله عليهم. فهنا نلاحظ الآية ترسم لنا مفهوما آخر لقدرة الجن، بأن الجان يقتدر على اقتلاع عرش بناء عظيم من جذوره السفلية ويرفع وجيبه إلى سليمان سالم، لقوي أمين. وهنا الآية تعطينا فهما واضحا لما يحدث عند بعض السحرة أيها الأحبة، خصوصا الشباب، لا ترتبك، هذه الآيات تبين لك فهم واضح، يقول لك الجن عندهم قدرة. تشوف بعض السحرة يمشي في الهواء، تشوف بعضهم يمشي على الماء، هذا اللي يمشي في الهواء ذاك العفريت يقدر يحمل عرش، ما يقدر يحمل إنسان واحد. خليك تشوفه يمشي، كل ما أراد بيحط رجوله مني يحط رجوله على ماذا؟ على الجان. أو يمشي في الماء كذلك نفس الأمر، يمشي متكئا على ماذا؟ على الجن الذي سخر له. أو تجدون بعض السحرة ينتقل من مكان إلى مكان، هذا العفريت عنده قدرة على النقل للعرش من مكان إلى آخر. فهذا تشوف الساحر مثلا يطلعون لك في بث مباشر، يقول لك الحين موجود في أمريكا، شوية يروح مثلا وين؟ يروح أوروبا، يدخل في صندوق يعطونه كم 5 دقائق، يفتحون البث المباشر وإذا يشوفونه في وين؟
في منطقة أخرى. هذا اقتدار من خلال الجن، وما يسبب لك رباك تقول يا سبحان الله عنده قدرات عجيبة غريبة كذا إلى آخره. هذا لا، ساحر قد استعان بالجن، لكن الجن كما أن لديهم قدرات لهم حدود يتحركون فيها. شنو هذه الحدود اللي يتحركون فيها؟ الروايات تقول أن سليمان أخذ في بناء عرشه، لاحظ بينا لك قدراتهم، الآن نبين لك بعض النواقص في القدرات. لما هذه النقطة الثالثة، لما شرع في بناء بنائه أشرف على الانتهاء، ولكن أعياه المرض وعلم من وحي السماء بأنه يموت. فماذا صنع سليمان؟ قال أنا أروح على الشرفة أجلس على كرسي وأتكئ على عصاي، وبهذه الوضعية يقبض الله روحي، والجن يخرجون صباحا فينظرون لي يعتقدوني شنو؟ حي. يرجعون بالمساء ينظرون لي تشوفوني حي. فظلت الجن، وفعلا سليمان جلس على الكرسي على الشرفة وقبض الله روح سليمان على هذه الوضعية، والجن بقيت تذهب وتأتي وتعمل وهي ماذا كما قلنا؟ راضية أو كارهة؟ كارهة. قسم كبير من الجن كارهين العمل، فبقوا يعملون بهذه الوضعية. بماذا استدلوا على موت سليمان؟ الله يبين ضعفهم، يعني كما أنا أعطيتكم قدرات حجب عنكم بعض القدرات. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وش هالعذاب والتسخير؟ نذقه من عذاب شنو؟ السعير. فهم كانوا يجهلون موت سليمان، دابة أخذت تنخر تنخر في العصا اللي كان متوكع عليها سليمان إلى أن وقع. تبين أن سليمان متوفى من فترة طويلة، بعض الروايات تقول أشهر، بعض الروايات تقول لا استمر سنة سنتين، الله أعلم بالمقدار. فهنا تبين ضعف الجن، وهذه النقطة في الآية الشريفة تعطينا مفتاح مهم. لازم نفهم أن الجن ما عنده قدرة على العلم بالغيب، قدرة على العلم بالغيب ما عنده. عجيب شيخنا، لكن الجن يتنبؤون، الجن يخبرون، الجن يخبرني كم ولد عندي مثلا، متزوج ومطلق ومتزوج وحدة كذا مثلا من هالمنطقة، عندي مشاكل وياها، لا أمورنا طيبة، يخبرني بوظيفتي، يخبرني بتفاصيل عديدة. نقول في الواقع هذه مغيبات. يعني شنو مغيبات؟ أنت الآن لما تريد أن تتعرف على شخص ما من سترة، وش تسوي؟ تأخذ اسمه، وين ساكن، وين مشتغل، تقول عطني فرصة بسأل عنك، بعد أنت متقدم لأختي كذا مثلا، تروح تسأل عنه، تروح وينه؟ تروح سترة. احنا تونا قايلين الجن مثلنا عشائر وقبائل ومتوزعين في الأرض، فلما تجي لهذا الكاهن أو هذا المشعوذ يطلب منك بيانات، سجل اسمك وسجل مثلا شنو، وسجل عنوانك، كم عمرك، وش اسم أمك، وروح شنو، ويروح يبحث لك. يكلف منه؟ يكلف القرين، يكلف هذا الخادم اللي عنده من الجن. يقوم هذا الجن يروح ويسأل، يسأل منه؟ يسأل الجن اللي مثله في ذيك المنطقة، كان بيتكم في أهل وفي عمار وكذا، يسألهم وش عنده وش ما عنده كذا، يدفع لهم أجرة، وانت بعض الأحيان تدفع مال عدل لو لا، يدفع لهم أجرة كل شيء بمقابل، زي ما بيسوي لك وجه الله.
شيم وكذا وإلى آخر، يقوم يعطيه معلومات، يقول له ترى هذا عنده الكثر ولد، هذا عنده مشكلة ويا زوجته، هذا مضيع خاتم وكل خاتم صاير ورا الكبت، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. شافوا هاي المواقف، مو ضروري يشوفون كل شيء. يعني بعض الأحيان وانت جالس في الغرفة كذي يطيح من عندك حاجة ما تلتفت لها، الجني موجود ها يشوف الشغلة وين راحت، مثلا يشوف المشكلة قدام عيونه شلون صارت. انزين، أو يسأل القرين اللي وياك، فإن مع كل إنسان قرين، يقوم يسأل القرين. بعض الأحيان القرين أقوى من هذا الخادم فما يعطي معلومات، مو كذي؟ بعض الأحيان تتروح إلى واحد، انزين أنا وصديقي، صديقي قام فلان عطاه معلومات واجد، أنا عطني معلومات كذا، ما هو عاطني معلومات، مو عارف ليش، لأنه يمكن في ضعف، يمكن هذا القرين اللي عندك أقوى من اللي عنده، شلون يستنطقه، شلون يقدر عليه، ما يقدر. لأننا كما قلنا مجتمعات الجن مجتمعات فيها طبقات ومستويات. ولذلك أيها الأحبة، الآيات تتحدث فتقول بأن الجن كان لهم دور كبير مع الكهنة، إلى درجة أن الإنسان إذا أراد أن يسافر كان يجي إلى الكاهن قبل ما يسافر، يقول له أنا بطلع وبطلع من هاليوم بروح الشام، شلون وضعية السفر، وضعية الرحلة شلون. يقوم الكاهن يخبر، يقول له ترى بتطلع في هذا اليوم في قطاع طرق، في والله مثلا أمطار، في عاصفة، أجل طلعت. فكانوا يعتقدون بالكهنة اعتقاد كبير، يعني الكاهن في زمن الجاهلية كان كالحاكم، وكانوا ذا ثروة كبيرة جدا. لكن وش اللي صار أيها الأحبة؟ لاحظوا، نجد هنا القرآن يوصف الوضع بشكل دقيق جدا، فيقول المولى عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يعني شنو يقعدوا مقاعد للسمع يا جماعة؟ يعني الجان نفس ما قلنا ما يعرف الغيب، لكن يطلع على حركة الملائكة، الله من ينزل الأقضية والأقدار، فإنه ينزلها إلى السماء الدنيا. إذا أنزلها إلى السماء الدنيا الملائكة الجن يشوفون، مثلا الموت نظامه مبني على أساس أن أسماءنا مدونة في شجرة عظيمة، إذا سقطت الورقة التقط ملك الموت هذه الورقة، يشوف الاسم والعنوان وكيفية الموت وكذا وينزل فيها. فهم كانوا يشوفون الأقضية اللي الله ينزلها إلى وين؟ ينزلها إلى السماء الرابعة، بل بعضهم كان أكثر من ذلك، يصعد يشوف الملائكة وأوراقهم ويطلع على التعليمات والأقضية. وهذه الأقضية بعضها مو قضاء في يوم، قضاء إلى سنوات، وين؟ سنوات قدام، صح لو لا؟ يعني موجود الآن تنبؤات أنت تشوفها موجودة مكتوبة عند البعض، زين؟ مكتوبة عند البعض. كان الجن يطلعون على هذه الأقضية، لأن بعض الأقضية اللي الله منزلنها من القضاء المحتوم. يعني شنو القضاء المحتوم؟ يعني القضاء الذي لا يبدله الله، لكن قد يخضع إلى تغيير في الوقت. أضرب لك مثال، الآن بعثة النبي محمد، ثالثة من القضاء المحتوم، بحيث تشوف النبوءات كلها تنبأ وتتنبأ عن ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من وين؟ لأن الله نزل هذا القضاء، مو نزل بس يعني
من عقب كم سنة، بل من أصل الخليقة من خلق، خلق النبي وأهل بيته فجعلهم أنوارا محدقة بسرادقات عرشه. فهذه الخطة مرسومة، وإحنا عندنا بعض الأقضية تبين بأنها أقضية محتومة راح تقع كمثل ظهور القائم عجل الله فرجه الشريف وغير ذلك. فلذلك لا تتعجب، هي كل اللي تفسير إسلامي واضح، لا يصير عندك إرباك في العقيدة. المهم الجن كانوا يسترقون السمع، يعني كانوا يجون وبعبارتنا يتصوخون يسمعون وش يقولون الملائكة وش كذا إلى آخره. ولكن لما ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حجبت عنهم السماء وقيل إلى الرابعة، لكن بعد بعثة النبي صار الموضوع مختلف، ما يقدرون يرتقون، ما يقدرون. وأي واحد يرتقي يريد أن يستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ويقولون احنا ما ندري، يردون يرجعون يقولون احنا ما ندري، احنا ما ندري، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني ما ندري هذا التغير الكوني اللي صاير إلى شنه بالضبط، الله أعلم، ما ندري شنو. فهنا الجن أيها الأحبة لا يعلمون الغيب، يعني وش راح يقع هذا لا يعرفه الجان، وما يملكه الجان نفس ما قلنا يقوم يخبرك بالمغيبات، أو يلجأ الجان إلى إخبارك ببعض النبوآت القديمة، أو يلجأ إلى إخبارك بما يفعله الملائكة على الأرض من فعل، ولكن لا يستطيع الجان أن يقرر لك بأن هذا ما سيقع. إذا عرفنا قدرات الجان وعرفنا صفاتهم ونواقص قدراتهم، الآن نسأل هل فعلا في أناس يستطيعون أن يسخروا الجان وهو المخلوق الأعظم من الإنسان حسب النصوص، صح لو لا؟ أيوة، أقوى الإنسان لو الجني منو؟ وش صار الحين؟ الجان عدل لو لا؟ الآن يقدر يسخر لو ما يقدر؟ يدعي بأنه يستطيع التسخير بالعهود، يرسم لي دائرة ومدري شنه وكذا وإلى آخره. هذا الذي نريد أن نتعرف عليه لكي لا نقع في الخرافة ولا الاستغلال ولا خديعة الناس والنساء في هذا الموضوع. وهذا القسم يوم غد إن شاء الله نتناوله.